عشان تكونوا فاهمين، اسم الفاعل واسم المفعول مش قاعدة إعراب، مش نحو، هي قاعدة استخراج. في فرق في اللغة العربية. لو قلت لك مثلا في هذه العبارة: جاء الكاتب المشهور إلى الرسام العظيم. تعالوا فهمكم هالشغلة عن العربي. في العبارة هاي لما بدنا ندخل لها من باب الإعراب، الإعراب اللي هو بيسموه النحو، جاء فعل الكاتب فاعل مرفوع بالضمة، تمام؟ الكاتب المشهور لما يكون اثنين ال هاي بنسميها نعت، إلى حرف جر. الرسام اسم مجرور، الرسام العظيم في ال وال هذا نعت. حلو. هسه المصطلحات تبعت فاعل، نعت، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر كان، هذا كله بنسميه نحو، يعني إعراب. طبعا انتم القواعد النحوية بالفصل الأول والإعرابية مطلوب منكم قاعدة الشرط، الفعل المضارع، النداء، مطلوب منكم الفعل المضارع المعتل الآخر، هيك. هلأ احنا بدنا ندخل عالم ثاني. شو وزن كلمة كاتب؟ نقول له هاي وزن فاعل، فبتقول له هاي الكلمة اسم فاعل. شو وزن مشهور؟ وزن مفعول، فبنقول له هاي اسم مفعول. شو وزن كلمة رسام؟ وزن فعال، فبنسميها صيغة مبالغة. شو وزن العظيم الفعيل؟ بنسميها صفة مشبهة. هلأ هذا العلم ما بنسميه علم النحو، ولا بنسميه علم الصرف، انه الكلمة على وزن كذا فهي كذا. العلم اللي فيه اسم فاعل واسم مفعول وصيغة مبالغة واسم مكان وصفة مشبهة، هذا ما بيجينا إعراب، بيجينا استخرج، بيجينا صوغ إلى آخره. فإحنا نبلش في هذا العالم. هلأ في هذا العالم يا صديقي الحبيب، أول قاعدة اللي اسمها اسم الفاعل واسم مفعول بدوسيتك صفحة 82، تعال نشوف أنا وياكم القاعدة الرئيسية تبعت اسم الفاعل واسم المفعول. القاعدة الرئيسية بتقول كالآتي: اسم الفاعل، لما بننصوغه بنعد الحروف، فإذا كانت الكلمة ثلاثية فبصير على وزن فاعل، بينما إذا كانت الكلمة غير ثلاثية، هي إغ يعني غير ثلاثية، بتصير ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. لاحظ معي لو طلبت منك اسم الفاعل على سبيل المثال من كلمة نصر أخاه، نصر هي ثلاثية، اسم الفاعل منها بصير ناصر. طب لو قلت لك انتصر لدينه، انتصر، هسه هاي الكلمة غير ثلاثية، عدها بيطلعوا خمسة، فبدنا نعملها ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، فبدها تصير انتصر منتصر. جميل. هاي القاعدة الرئيسية لاسم الفاعل. الثلاثي على وزن الفاعل، الغير ثلاثي، ميم مضمومة مع كسرة. جميل. الآن لاحظ معي لما أجيب لك كلمة وأقول لك صغ اسم فاعل، سأل ليش الصاد هالقد؟ عشان دكتوب فيها. صغ اسم فاعل، أعطيتك كلمات تصوغهم قبل ما تحل. صغ يعني هات، أعطيني اسم فاعل. أول إشي لازم تعد الحروف، قبل الحل. اثنين، ما تحطش حركات، الحركات توضع حسب الطلب، يعني طلب منك مع الضبط بتحط، قال لك حط حركات وتحط. طيب تعال نشوف أنا وياك. السؤال بقول صغ اسم فاعل من كلمة جمع، سهلة، فبتقول لي جامع. طب لو قلت لك اجتمع، بدنا نحولها هسه، هاي الكلمة مش هاي ثلاثية بس هاي غير ثلاثية، بدنا نحولها لميم مضمومة مع كسرة. اجتمع بدها تصير مجتمع. مش أنا طلبت اسم فاعل وهي القاعدة قدامنا، الغير ثلاثي ميم مضمومة مع كسرة، أنا اجتمعت مع الموظفين فأنا المجتمع. قدام رح نأخذ مجتمع اسم مفعول. الآن شو اللي بيصير مع طلاب التوجيه؟ بالله يركزوا لي في هاللقطة هاي. الطالب بتحول إلى كائن حي عبيط في الامتحان، بتقول له أي المعلومة كتبت لك إياها هون، لما يقول لك السؤال صغ اسم فاعل أو اسم مفعول بتعد الحروف
لما تحل نقول له يلا صغ اسم فاعل مع الضبط، مع الضبط من كلمة يرتبط. هسا الطالب اللي بفهم راح يجي عدها 1 2 3 4 5 هذه غير ثلاثية، فراح يجي يقول لي مرتبط يرتبط مرتبط. طبعا جاي لي مع الضبط فبحط له الميم مضمومة والقبل الأخير بحط له كسرة، يرتبط شو بصير؟ مرتبط. طب تعالوا نعيش أنا وياكم لحظة من الغباء. اللي بدي أحكيه الآن 90% من طلاب المملكة هيك بفكروا، جوا مخه بقرأ السؤال هيك، صغ اسم فاعل، اسم فاعل استاذ يرتبط رابط. اها وانا بقول له اها غلط. طبعا ليش غلط استاذ؟ لانك انت عبيط والله العظيم، لانك انت عبيط مبرمج على انه خلص اسم فاعل. طب ما في ثلاثي في غير ثلاثي، عده زي الهنا والناس. يلا اشوف بدي اعطيكم سؤال، تعالوا عايشوني لحظه من الغباء، بدي اعطيكم اشي وتجاوبوه، جاوبوا لي اياه زي ما بجاوبوا الاغبياء الاغبياء. السؤال بقول صغ اسم فاعل مع الضبط، بدي اياكم تجاوبوا زي ما بجاوبوا الاغبياء بعيد عنكم. صغ اسم فاعل مع الضبط من كلمه مثلا يستمع، ايها يستمع الى القران. ايش اكتب هون للاغبياء؟ شو بكتبوا الاغبياء؟ ايوه يستمع اسم فاعل سامع، سلم على السيستر. غلط. ليش؟ ولك يا عبيط انا ما اعطيتك سمع، لو اعطيتك سمع بتقول لي سامع، بس انا اعطيتك يستمع، هذه الكلمه غير 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 ثلاثيه، غير ثلاثيه. اذا الجواب الصح مستمع. هسا بيجيك طالب من النوع الثاني، يعني هو عنده عباطة بس أقل، بكتبها هيك بخص صفر. ليش؟ لأنه شو قال لك السؤال؟ أوبسي مع الضبط. إذن يستمع مستمع. أيوان جميل 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 جميل. الآن تعالوا ننتبه لشوية شغلات في اسم الفاعل. هي القاعدة الرئيسية قدامنا، قلنا الثلاثي على وزن فاعل، الغير ثلاثي اللي هي ميم مضمومة مع كسرة. تمام التمام. الآن لو جبت لك كلمة مثلا زي كلمة يهرب، يهرب الياء هاي ياء المضارع ما بتنحسب، فإذا هاي صفة الكلمة ثلاثية فبصير هارب. حلو، انتوا بس اسمعوا، لو جبت لك كلمة بأولها ياء المضارع، ياء المضارع لا تحسب. لو جبت لك كلمة فيه بأولها همز زي مثلا أخذ، طلع شو تصير؟ شوف زي حواجب تامر حسني هاي الهمزة هاي، شوف كيف آخذ. تمام، أسف آسف، أرق أرق، أكل آكل. تمام، لو جبت لك كلمة فيها شدة مثلا مد رجليه، رجليه زي الطواري ومدهن قدامك. هلأ المفروض عاوزين فاعل نقول مادد، ولكن بسبب حرفين ورا بعض فبندمجهم في شدة، شو بصير؟ ماد. هذا الجواب النهائي. ماد اللي هي اصلها مادد. طب لو كتبت له مادد ما باخذ علامه كامله. يلا اعطيني اسم الفاعل من كلمه خصه. بتقول لي خاص هيك، اللي هي اصلها خاصص. تمام. الان يا صديقي بصفحه 82 عندك، هيك كاتب لك انا القاعده، متبع معي يا حباب. اسم الفاعل مثل طالب وملتزم، بالله حركوا لي كلمة ملتزم مين مع كسرة. ومن الثلاثي على وزن فاعل مثل فهم فاهم، رد راد، أمنة شوف الهمزة صارت حواجب تامر حسني، آمن، سعى ساعد. طب ليش هاي سعى ساعد؟ تعال أقول لك أستاذ نكتب إشي، لا حبيبي بس نحتاج كتاب بنكتب. سعى ساعد، أعطيك معلومة مهمة هي رح نحتاج نكتبها كمان شوي، أظني مكتوبة، شوف الصفحة اللي بعديها، هيا الملاحظة الأولى بصفحة 83، اسم الفاعل إذا انتهى بياء تحذف الياء ونضع تنوين كسر مثل هدى هاد اعتدى معتد. تعالوا فهمكم القصة، شو القصة إخوان؟ هاي المنطقة الفاضية اللي فيها ملحوظات صفية، إذا احتجنا بنسجل فيها، أوكي ملاحظات. هلأ في اسم الفاعل يا صديقي كلمات العادية زي لما أقول لك ربطة بدك تقول لي رابط،
كلمات عادية ما فيها أي مشاكل. هلا إذا جبت لك كلمة تنتهي بياء مثلا زي دعا، زي رمى، زي اعتدى، هاي الكلمات لما بدك تحلها بسموها في العربي اسم منقوص. في عندك حلين، دعا يا أما بتقول الداعي أو بتشيل الأل والياء، الأل والياء بتشيلهم فبتصير داعن. هسا هذه صح وهذه صح. طب لو أجا واحد كتب لي دعا ربه فهو داعي، غلط. ليش؟ هسا بفهمك. في قاعدة، آخر قاعدة بتاخذها بالتوجيه معي، اسمها الاسم المنقوص. الاسم المنقوص يعني فيه بآخره ياء ويمكن حذفها، زي اسمي أنا عبد الهادي. آه بقول لك هذه الياء، هذه الياء، هاي الياء، هاي بتيجي مع الأل، يا بيجوا مع بعض يا بنحذفوا مع بعض، فالداعي صحيحة وداع صحيحة. طب لو خليت الياء لحالها المسخمة بدون أل بطلع الحال غلط. هذا بناخذه لقدام. الآن لو قلت لك صوغ اسم فاعل من رمى، تيجي بتقول لي الرامي أو رامن مع كسرتين، حلو؟ اعتدى، طبعا هاي الكلمة غير ثلاثية، تقول لي المعتدي أو معتدل، اعتدى المعتدي أو معتدل، وهكذا. تمام، بدي منك لحالك حل لي الجدول اللي بصفحة 82. هذا الحكي حبيت تحله بحبر أو برصاص ما عندي مشكلة. صوغ اسم الفاعل من الكلمات الآتية، يعني حل اللي أشوف سهل مش صعب. تمام تمام التمام، تعال نشيك مع بعض أنا وياك. هلا طرق كلمة عادية، طارق، يجمع هذه الياء المضارعة زيادة فبالصف الكلمة ثلاثية، جامع، أخذ في همزة في البداية فبصير حواجب تامر حسني فبصير أخذ آخذ، هذا لاحظ في بآخرها ياء فصارت هادن أو ضيف عليها الهادي، قاد، قاد المعركة يعني فهو قائد، قاد قائد، صام صائم إلى آخره. طبعا هذا احنا قاعدين كيف بنتعلم كيف نصوغه، الاستخراج قصة ثانية. هلا هون اعمل لي خط. ليش استاذ؟ لانه كل اللي راح قبل كان ثلاثي، كل اللي جاي هون غير ثلاثي، جاهدة غير ثلاثية. بصير انت هلا بتشيك، ما في داعي تطبع لي على الاجابات، مجاهد شيك مع الحركات. اوبس، مجاهد، أسلم مسلم، استغفر مستغفر، تمام، اعتدى حكيناها إيش؟ معتدل، تمام التمام، حلو. يجينا على اسم المفعول. اسم المفعول هذا قصة ثانية. اسم المفعول بقول لك اسم المفعول الثلاثي، عيونك معي، اسم المفعول الثلاثي على وزن مفعول. نأخذ مثال طبيعي ولادي، مثلا قلت لك جرح، جرح قلبي، فبتقول لي قلبي من الهوى مجروح، جرح مجروح، حلو. طب لو كانت الكلمة غير ثلاثي بكون ميم مضمومة مع فتح ما قبل الآخر، زي لو قلت لك مثلا انتظر، انتظر، فبتقول لي منتظر، أنا انتظرت المسافر فأنا منتظر وهو منتظر، أي اسم مفعول. لاحظ معي أنه اسم المفعول الغير ثلاثي زي اسم الفاعل، بس الفرق أنه اسم الفاعل ميم مضمومة مع كسرة، اسم المفعول ميم مضمومة مع فتحة. تمام. طب أستاذ بالاستخراج الكلمة بتجيني محركة مرات، مرات لا، بس غالبا لا. طب أستاذ لو أجتني مش محركة كيف بدي أقرأها؟ تخافش حبيبي، لسه الخير في الجيات. تمام، الخير في الجيات، لسه بعلمك. لأن لاحظ معي اسم المفعول، نأخذ شوية كلمات
صوغ اسم المفعول مثلا من رسم اللوحة، تيجي تقول لي مرسوم. مرسوم. طب لو جبت لك صوغ اسم المفعول من مادة، مادة، بتقول لي ممدود. شوف ممدود، عد معدود، فك مفكوك، سهلة. صوغ اسم المفعول من سأل، سأل مسؤول. تمام، سأل مسؤول. الآن لاحظ معي في هالقصة، قصة طرمة. شو القصة بتقول؟ كيف بدنا نصوغ اسم مفعول؟ اسم مفعول فيه قصص. كيف بدنا نصوغ اسم مفعول بالكلمة فيها ألف؟ خليك معي هنا، صفحة 82 83. هلا هاي النقطة الأولى خلصناها، اعمل عليها صح. النقطة الثانية، عند صياغة اسم مفعول من فعل ثلاثي وفيه ألف، زي مثلا قال، شوف هاي فيها ألف، زي باع، شو بقول لك؟ هات المضارع بعدين استبدل، استبدال الياء بميم مفتوحة. كيف يعني أستاذ؟ هذا من النوع الزلخن بيجي دائما. تعال فهمك، شوف مثلا هنا قال، جبنا مضارعها يقول مقول، باع يبيع مبيع، في أقوى من هيك؟ تعال. هلا أنا مش راح دائما أجيب لك صوغ اسم مفعول مثلا من كلمة ضربة، كلمة عادية فيش فيها أي مشاكل، تيجي تقول لي مضروب. لا يابا. هلا ممكن أجيب لك كلمات فيها ألف، زي صام وباع وقال وزاد، ومثل دعا ورمى وبكى وهدى ورجى. هسه هذول الكلمات كلهم ايش العامل المشترك بينهم؟ العامل المشترك عيونك فيها ليزر، بدك تلقط انه هاي كلمة ثلاثية وفيها في النص ألف، ألف، او على الطرف في ألف عادية او ألف بطة. لما تكون الكلمة فيها بآخرها ألف أو في النص ألف، هذا له قاعدة لحالها. شو بتسوي؟ هلا هاي أعطاني الكلمة، بروح على طول بجيب المضارع، بعد ما أجيب المضارع ببدل الياء المفتوحة إلى ميم مفتوحة. كيف يعني أستاذ؟ اطلع معي. طبعا هذا بيجي عليه دوائر تحول. صوغ اسم المفعول من صام، صام يصوم، جبنا المضارع. هلا هاي الياء الاولى حط مكانها ميم مفتوحه، شو صارت؟ مصوم. هلا في العربي انا صمت رمضان، انا صائم ورمضان مصوم. الحمد لله. ومن الخطا ان نقول رمضان مصيوم، بنقول رمضان مصوم، شهر رمضان مصوم. قوية والله استاذ، يهديكم الله يصلح بالكم حبايبي. نكمل. باع يبيع. هلا باع البيت مثلا، باع يبيع، بدل مكان الياء ميم، شو بده يصير؟ البيت ماله؟ مبيع. احنا بالعاميه بنقول مبيوع. هاي الكلمه كثير اجتنا بالوزاره. تعال اورجيك بس كيف لما يجي عليها سؤال ضع دائره، بس ثواني خليك معي. بجي بقول لك عندما نصوغ اسم المفعول من كلمه باع المنزل، فإن اسم المفعول يصبح ألف باء جيم دال، هو معطيك أنه بده اسم مفعول. تمام؟ مبيوع، مباع، مبيع، مبيع. طبعا الجواب جيم، جواب جيم، أحسنتم. هلا هذا السؤال هيك انه اللي بيحول ليش؟ اول شيء بدك تلقط انه في الف، وهذه الالف قاعدتها انه نجيب المضارع يبيع، بعدين بنستبدل الياء، الياء بميم مفتوحه، فبصير ايش؟ مبيع. صح؟ ايوه. لاحظ معي احنا بالعاميه نقول البيت مبيوع، خاطئه. تبعون الاسكانات مكتوب لك على البيت مباع، غلط. هي شو طلعت؟ مبيع. بتلاحظ انها شوي ما بتدخلش في مخك، بس هي هذا الصحيح في العربي، بس احنا خف استخدامنا الها مش اكثر. قيس على اي كلمه بدنا نحلها انا وياك هنا، نفس الشيء بجيب لك اياها بعد دائره.